السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ اتفضل حضرتك. كان عندي مشكلة كبيرة يا شيخنا، والنبي عايز اخد رأيك فيها. قل لا اله الا الله، لا تستحلف الا بالله. اتفضل. لا اله الا الله. حماتي يعني قلبها قاسي شوية. ها؟ تمام؟ قلبها قاسي على اولادها. اخترت بارك الله فيك، اغتبت حماتك. لا ده ده اغتبت حماتك يا حبيبي، استغفر الله. وعلى الخاص كلمني، بارك الله فيك. طب ومراتي طلع نفس الكلام. ها؟ مراتي طلع نفس الكلام، لدرجة ان هي بتبقى جاسي على امها في الكلام، بتغلط يعني وتقول عليها كلام مش كويس. ايه احضر هذه القناة يا عبد الرحمن. تماما يعني. يا نعم. نعم. أعمل إيه؟ أعرض عن الجاهلين. إيه؟ أعرض عن الجاهلين. يعني إيه أعمل إيه؟ مش فاهم. يعني لا تلتفت. يعني ما حاولش إن أنا أصلح؟ أصلح قدر الاستطاعة، لكن إذا استمرت لا تلتفت. يعني النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله كما يقولون. لكن كلام الله أوثق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ولك رب ولهم رب. لكن أصلح قدر الاستطاعة، عجزت عن الإصلاح خلاص لا تلتفت إلى الأخطاء. شكرا.